إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقدم. ولا الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل الخير ومرحبا بكم إلى ملتقى بحثي علمي جديد يجمعنا بكم وحوار مع باحث. في كل حلقة من كل أسبوع كما جرت العادة نقربكم من المشروعات البحثية والأبحاث المختلفة التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أو تلك المسابقات والمشروعات والأبحاث الممولة عبر الوزارة. في حلقة هذا الأسبوع سنقترب من دراسة بحثية لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة أدنبرا بإسكتلندا، وتحديدا حول أساسيات ترطيب وتبخر قطرات المخاليط الثنائية الماء والإيثانول على الأسطح المعدلة هندسيا. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة البحثية. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وباسمكم أرحب بطالبة الدكتوراه خلود بنت موسى البلوشية، وهي الباحثة حول هذه الدراسة البحثية. أهلا ومرحبا بك خلود معنا في برنامج حوار مع باحث. أهلا أخي راشد، أهلا فيكم. بإذن الله عما قريب تنالين الدكتوراه ويطلق عليك لقب دكتورة قريبا إن شاء الله، دكتورة خلود إن شاء الله. فبدأ نود أن نقرب المستمع الكريم من سبب اختيارك لهذا الموضوع تحديدا لنيل متطلبات الدكتورة. عموما خلف كل ابتكار أو اختراع عظيم هناك جندي مجهول، والمهندس هو الجندي المجهول في تطوير وكفاءة جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. لماذا اخترت هذا المشروع؟ لأن بطبيعة الحال الأفضح الموجودة حولنا هي
هي ليست جميعها ملساء ولا جميعها خشنة. وأيضا درجة الخشونة تختلف ما بين، على سبيل المثال، الخشب ليس بمثل القماش. هدف دراستي هي تقديم دراسة متكاملة لتكون مصدر لتطوير الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تعتمد على الترطيب والتبخر والتكاثف والانتشار. وأقرب مثال في أيامنا هذا وفي هذه الجائحة هو استخدام أجهزة اللاترال فلو أو الأنتيجين تيست لمعرفة ما إذا كان الشخص مصاب بفيروس كورونا أو لا. وبالإضافة إلى ذلك التطبيقات اليومية كطابعات الحبر، أجهزة التبريد والتدفئة وأنظمة الطلاء، بالإضافة إلى تطبيقات الري الزراعية والطب الحيوي لتصنيع الدي ان اي وايضا لتشكيل الدي ان اي، والعديد العديد من التطبيقات التي تلامس فيها السوائل هذه الاسطح الصلبه. ممتاز. طيب اذا اردنا ان نقترب من هذا المشروع البحثي عبر معرفتي المصطلحات التي وردت اليه، فما المقصود باساسيات ترطيب وتبخر قطرات المخاليط الثنائيه الماء والايثانول على الاسطح المعدله هندسيا؟ فمن المقصود بالترطيب والتبخر، ومن المقصود بقطرات المخاليط الثنائية، ومن المقصود بالأسطح المعدلة هندسيا؟ ممتاز. لو تكلمنا عن الجزء الأول وهو الترطيب والتبخر، على سبيل المثال وأقرب مثال هو وجود قطرات الندى على النوافذ وعلى النباتات. نعم. هذه قطرات الندى لما تتكون ليش ما تتبخر سريعا؟ ومن هنا يأتي فكرة أو بداية فكرة المشروع. ليش؟ لأن في قوة ما بين القطرات وما بين الأسطح، وهي ما يجهلها غير المهندس، وأنا أقوم بدراسة هذه القوة. الزمن لتكاثف هذه القطرات من على الأسطح تعتمد على الترطيب. ما المقصود بالترطيب؟ مثلا إذا وضعنا قطرة ماء على قماش، سيكون القماش هذا ليس بمثل ماهية القطرة عندما تكون على الزجاج، فهذا هو معنى الترطيب. ممتاز. أما بالنسبة لماذا تم استخدام الماء والإيثانول، لأن دراستي هي لتقديم خارطة للترطيب والتكاثف متكاملة لسوائل من الإيثانول وهو مادة سريعة التطاير أو سريعة التبخر، إلى الماء وهو مادة سريعة أو سائل بطيئة التبخر أو التكاثف. نعم. طيب الآن بالنسبة للأسطح المعدلة هندسيا، هنا فكرة المشروع، أو هنا لماذا مشروعي هو متميز. نعم. حقيقة لأن قمت باستخدام سطح أملس وهو السيليكون، وقمت باستخدام أو بوضع أعمدة دقيقة جدا وهي بقياس المايكرو والنانوميتر على هذه الأسطح. العمود الواحد أو الأسطوانة الوحدة التي تم وضعها على هذا السطح ارتفاعها 10 مايكرومتر وقطرها 10 مايكرومتر. قمت باستخدام 6 أسطح مختلفة، ما الاختلاف بينها هو التباعد بين هذه الأسطوانات. السطح على سبيل المثال أخشن سطح معي هو التباعد بين كل عمود والآخر أو بين كل اسطوانة والأخرى هي 5 مايكرومتر، مما يجعل هذا السطح خشن جدا. وأملى السطح معي هو تباعد باختلاف تباعد بين الاسطوانات وهو ما يقارب إلى 160 مايكرومتر، مما يجعل هذا السطح يقوم بمقام سطح أملس. فهذا المعنى من الأسطح المعدلة هندسيا. نعم. طيب الآن ما المراحل التي مر بها مشروعك البحثي لنيل متطلبات الدكتوراه وأنت تتحدثين إلينا مباشرة من جامعة أدنبرا؟ في البداية هذه الدراسة تنقسم إلى قسمين. نعم. إذا عدنا الحديث عن الأسطح الصلبة، نجد بأن هناك أسطح كارهة للماء أو ما تسمى علميا بالهيدروفوبيك، وأسطح محبة للماء وهي ما تسمى علميا بالهيدروفيلك. في القسم الأول من دراستي قمت باستخدام كوتينج أو مادة معينة لطلاء هذه الأسطح لجعلها مادة كارهة أو سطح كاره للماء أو الهيدروفوبيك.
بعدها قمت بإزالة هذه المادة لجعل الأسطح محبة للماء. بعدها قمت باستخدام جهاز يسمى DSA أو Droplet Shape Analyzer أو جهاز تحليل أشكال القطرات الذي من خلاله أقوم بوضع قطرة على السطح، ويقوم بعدها هذا الجهاز بحساب نصف قطر القطرة، الزاوية والحجم، والأهم من ذلك يقوم بإعطائي رسم بياني بوضعية أو طبيعة أو سلوك التبخر. وبعدها أنا أقوم بعمل 36 تجربة مختلفة لكل محلول أنا أقوم باستخدامه. هذه التجارب تختلف نتائجها عن الأخرى، وبالتالي كل واحدة تتناسب مع تطبيق مختلف. القسم الأول من المشروع مختص بالهايدروفوبيك، وهو ما قمت بنشر رسالة علمية أو في إحدى المجلات العالمية، وتمت مراجعتها عن طريق لجنة علمية عالمية، والحمد لله تمت الموافقة عليها في للنشر. وأنا الآن في مرحلة دراسة الجزء الثاني من المشروع، وهي الأسطح المحبة للماء أو الهايدروفيلك. نعم. طيب، يعني في المرحلة الأولى من الممكن الحديث عن نتائج توصلتم إليها إلى الآن؟ نعم، توصلنا إلى نتائج بأن القطرات لا تكون دائما بأشكال ممتازة، فهناك قطرات ممكن استخدامها مثلا لتطبيقات DNA stretching أو تشكيل القطرات أو تصنيع DNA عفوا. ما لاحظت وجود قطرات على أشكال البوليجونال أو بما تسمى أشكال سداسية، وفي أشكال في قطرات اتضحت معي بأشكال مربعة، وبعضها بأشكال ثمانية، فهذه وبعض القطرات عفوا بأشكالها الدائرية، فهذه قطرات أشكالها هذه كانت حاجة جديدة في مجال بحثي. ممتاز. طيب الآن ماذا عن أهم الاستخدامات التي من الممكن استخدامها نتيجة هذه الدراسة البحثية؟ يعني فيما يفيدنا معرفة الأسطح المعدلة هندسيا وأساسيات ترطيبها وتبخر القطرات عليها. نعم، ذكرت هذا سابقا، وهو هذه الدراسة ستكون مصدر ممتاز ومهم لتطوير الأجهزة والتقنيات الحديثة. مثل ما ذكرت، ألا وهي تشكيل وتصنيع DNA التي تعتمد على ترطيب القطرات على السطح. تشكيل DNA عفوا تحتاج إلى أسطح لا تكون ملساء ولا تكون خشنة، بل تحتاج إلى أسطح تعطيهم تعطي أشكال هندسية مختلفة لسهولة أو لتسهيل تصنيع DNA. والعديد العديد من التطبيقات اليومية كأنظمة التبريد والتدفئة وكطابعات الحبر، أيضا أنظمة الطلاء، بالإضافة إلى تطبيقات الري الزراعية الحديثة، والعديد العديد من التطبيقات التي تتلامس فيها السوائل والأسطح الصلبة. ممتاز. طيب الآن أيضا ماذا عن المراحل القادمة من مشروعك البحثي؟ المرحلة القادمة هي استخدام أو إزالة هذه المادة التي قمت بإضافتها لهذه الأسطح، وهي ما جعلتها لي أسطح كارهة للماء. قمت بإزالة هذه المادة وأصبحت معي الآن أسطح محبة للماء. قمت بالبدء ببعض التجارب مما أعطتني نتيجة مختلفة تمام التمام عن النتائج التي حصلت عليها في بداية المشروع، وهي ستكون مكملة للخارطة التي أطمح لتقديمها لمجال بحثي، وهي خارطة متكاملة تشمل السوائل، سوائل متطايرة إلى سوائل ليست متطايرة، بالإضافة إلى أسطح محبة للماء أو أسطح ملساء إلى أسطح كارهة للماء وخشنة. بالإضافة إلى ذلك، أنا أقوم الآن بعمل هذه التجارب على الأسطح المحبة للماء، وإن شاء الله تكون هي آخر مرحلة من المشروع. نعم. طيب الآن يعني
في هذا المشروع البحثي؟ كيف سيفتح لك آفاقا في المستقبل لدراسة موضوعات أيضا أخرى مرتبطة بالأسطح المعدلة هندسيا والاشتغال على مشروعات بحثية قادمة أخرى أيضا؟ حاليا أستاذ دراسات في هذا المجال إما تشمل استخدام الماء على سطحين أو ثلاثة كحد أقصى، أو استخدام مادة متطايرة على سطح واحد. لا توجد هناك دراسة تركز على تقديم نطاق واسع من السوائل المختلفة أو أسطح بخصائص أو نطاق واسع من الأسطح من خصائص الأسطح الصلبة المختلفة. فمثل ما ذكرت سابقا، هدف دراستي هو أن أقدم خارطة متكاملة للترطيب وللتبخر. بالإضافة إلى ذلك، أنا حاليا أشتغل على التكاثف، فخطتي المستقبلية إن شاء الله ما بعد تقديم رسالة الدكتوراه أو هذا البحث العلمي للدكتوراه، خطتي أني أشتغل على الجزء الثاني من خواص الماء وهو التكاثف، وبعدها التجمد. نعم. طيب، متى من المتوقع إن شاء الله الانتهاء من هذه الدراسة البحثية؟ المتوقع إن شاء الله بمنتصف يناير 2023. نرجو لك التوفيق ونشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الأستاذة خلود بنت موسى البلوشية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، طالبة دكتوراه بجامعة أدنبرا بسكوتلندا في عنوان البحث أساسيات ترطيب وتبخر قطرات المخاليط الثنائية الماء والإيثانول على الأسطح المعدلة هندسيا. شكرا لك ونرجو لك مزيدا من التوفيق والتقدم والنجاح إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر. أشكر ممولين البرنامج الوطني للبعثات، أشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولم أنسى ذكرهم وشكرهم حقيقة دائما، إما في تقديم العروض المرئية والملصقات العلمية أو في المؤتمرات التي حضرتها مؤخرا وفي ورقتي العلمية التي تم نشرها أيضا. كما أشكر القائمين على البرنامج لتسليط الضوء على دراستي، أشكر عائلتي على دعمهم المستمر رغم ظروف الغربة والعوائق التي نواجهها دائما في تقديم رسائل الدكتوراه. شكرا لك أستاذ خلود، والشكر موصول لكم جميع المستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، لقاء آخر يتجدد معكم وبكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء. حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.